رحيم هشام فيلالي، موظف بلدية بزقان، عضو اللجنة التحضيرية لتأسيس نقابة فرعية ديال الجامعة الوطنية للموظفين وعمال الجامعة المحلية. احنا من الدواعي ديال التأسيس بغينا نضخوا دماء جديدة في صفوف المناضلين ديال هذه الجماعة، وبغينا نبدلوا النوعية ديال التسيير، حيت كان النقابة كانت من ضمن أحد المجالس. وحنا ارتئينا على نقص نقابة جديدة، بمعنى نديروا نقابة جديدة في المستوى اللي يعني كتسمح للتطلعات ديال العمال، لان عند الرغبه ديال الناس ماشي يجينا واسسنا. كل ما كانش الرغبه ديال الناس ما غاديش يجيو. وانت كتشوف مين جا هذا اللوبي، واحد اللوبي راه معروف بلا ما نقولوا الاسماء لما كيتاسب. هذا هو الغرض ديالو، هو انه يوقف هذه الاشغال ديال الجمع العام. وحنا الحمد لله غادي نناضلوا وغادي نوصلوا.